طب انت حضرتك شايفه ازاي اقدر انا كدوله استفيد من الطاقات الكامنه والافكار الكبيره اللي موجوده لدى الشباب بجد في مصر؟ واعتقد هنفتح السن شويه، يعني مش 16 سنه، لا انت حضرتك لو دخلنا على مرحله كمان اقل 13 سنه 14 سنه، الجيل اللي طالع ده جيل مرعب. مظبوط، يعني بسبب التكنولوجي والسوشيال ميديا وسائل الاتصال والتواصل والحاجات دي. ازاي نقدر، ازاي تقدر الاسره برضو تقدر تستفيد من ده، وازاي تقدر تطلع الطاقات الكامله كدوله بقى؟ والله هي المشكله لو قلنا بدايه من الاسره، هو احنا عندنا عيب في مصر يعني كلنا اعتقد واجهناه يعني في المرحله دي، ان دايما الاسره بيكون كل اهتمامها منصب على الدراسه. يعني ما يلاقوا مثلا ابنهم او بنتهم عندهم تالنت وموهبه او حاجه وبيلاقي نفسه فيها، عايزين يبعدوها عنها خالص لانهم بيعتقدوا انها بتاخده من الدراسه شويه. بالظبط. مع ان انا من وجهه نظري ان احيانا الانسان اللي بينجحه وبيخلي له اسم بارز في المجتمع بتكون موهبته. موهبته مش شرط دراسته. وياما شفنا ناس كانوا خريجين كليات كبيره وعظيمه وفعلا احتلوا مناصب كويسه، لكن يعني هم اتجهوا ناحيه موهبتهم، وموهبتهم دي هي اللي خلدت اسمائهم. على سبيل المثال توفيق الحكيم، هو كان في الاساس ايه؟ وكيل نائب عام، لكن هو اهتم جدا بهوايته والكتابه، واللي خلد اسمه بالفعل ان هو روائي وكاتب. موهبته صحيح. مظبوط. وغيره كتير. في اكتر من مجال. يعني فاللي عايز اقوله ان المهم قوي ان انا اهتم بابني او ببنتي، ايه مواهبتهم، واحاول ان انا انميها، ما احسسهمش ان دي مضيعه للوقت. هم بيوهموا دايما ولادهم ان دي مضيعه للوقت لحد ما بيموتوا الموهبه الجميله دي. اسمحي لي بقى، الموضوع ده يعني بيبقى دايما في السيدات. الام دايما هي دي بتقول لك الدراسه مش عارف ايه، يروح يلعب سباحه، يروح يلعب مش عارف ايه، لا يروح يلعب مزيكا او يغني، لا دراسته اولى. يعني يعني انا مش كده بتواجهني شخصيا حتى يعني. بس احنا اطلقنا القيود يعني. ليه بقى؟ لاني فعلا حضرتك دايما احنا تربينا مش عارف، احنا تربينا بشكل يعني غلط مثلا؟ لا هو مش غلط، هو زي ما حضرتك قلت الام، لان الام شويه بتكون حاسه انها عندها مسؤوليه مزدوجه، المسؤوليه اللي هي ابنها اللي هي فعلا خايفه عليه، وخايفه من المسؤوليه قدام الاب لانه بيحملها هي مسؤوليه اي تقصير دراسي عن الاولاد، فهو ده اللي بيخليها بتقمع شويه مواهب اولادها وما بتنميهاش. فده طبعا سلوك خاطئ جدا، لان الانتماء بيجي من ايه؟ مش بس الشعور بالعداله في الشغل وفرص العمل، لا، ان انا كمان احس ان انا، ما انا ممكن اكون ماليش حظ قوي مثلا في سوق العمل، لكن اللي يطلعني ويبرزني جدا يكون موهبتي، وهي دي اللي تخليني احقق النجاح سواء المجتمعي او حتى المادي. ما هو انا لما انجح في مجال اكيد هشتغل فيه وحاسبه نفسي. فده مهم قوي، ان علشان يعني لازم الاسره تهتم جدا بالجزئيه دي. بالنسبه للدوله، انا شايفه ان في الاونه الاخيره بالفعل ابتدت الدوله تهتم جدا بالشباب بشكل كبير قوي، يعني المؤتمرات دي تعتبر من اهم الوسائل الاهتمام بالشباب. انا اقول لك على حاجه بصراحه، المؤتمرات دي يمكن الحاجه الوحيده في التلفزيون اللي بحرص اتفرج عليها لسبب بسيط، دايما بحب اتفرج على الشباب، افكارهم، المواهب الجديده والافكار الجديده، والقائمين على المؤتمر بصراحه بيجيبوا نماذج يعني بجد انا اعتقد هم بيتعبوا قوي عشان بيطلعوا النماذج دي، وبنفاجئ بحاجات كده. عندها ناس عندها اراده، ناس عندها قوه، ناس عندها حلم عايزه تحققه، بتديك طاقه ايجابيه يعني. مظبوط. ما هي المؤتمرات دي هي فعلا اللي بتضع التصورات والافكار والرؤى اللي على اساسها بيبتدي يتم اكتشاف المواهب والناس اللي عندها التحدي. يعني في ناس بتتحدى احيانا ظروفها الاقتصاديه، ظروفها الاجتماعيه، ظروفها الصحيه، يعني لقينا ناس موهوبين رغم ان هم عندهم. شوفي الطفله هديل ماجد الرائعه. مظبوط. اللي غنت يعني بصراحه انا اول مره بصراحه اشوفها. فوجئت. لو كمان المؤتمرات دي فيها ميزه حلوه قوي، ان هي بتخلي الشباب عندهم روح النقاش، التفاوض، الجرأه، يطرح مشاكل، يقدروا جدا ان هم يقدموا مقترحاتهم، وبيسعدوا جدا لما بيلاقوا المقترحات دي دخلت حيز النفاذ، يعني بيعرفوا